بس عصام، أهلا، الله يحفظك أستاذ يا هلا. مهندس. أنا عندي سؤال في الأسبوع الثاني تفضل. ما يخص السيلز. تمام. إذا يكون عندنا 3 سكترات، تمام. سكتور 1، سكتور 2، سكتور 3، بحيث اوكي. أنه كل سكتور يكون يتوزع لتغطية منطقة جغرافية 120 درجة، صحيح ولا لا؟ حسب أوكي الداتا شيت تبع الانترنت، بس اوكي، فرضيا طيب، انه فرضيا 120 أيوة. درجة. تفضل. المشكلة هنا أنه الشرح في الفيديو يتكلم على أنه ممكن استخدام نفس الكارير في كل تماما. سكتور. هو انت بتستخدم نفس الكارير في كل سكتور، والكارير هو عبارة بحيث عن أنه بالبنز. أيوة الفارق هو بيكون في تسمية السكتور، تماما. لكن خليك معي. هنا ما يحصل عندنا انترفيرنس. ثواني بعد اذنك عزيز. بس تمام، ما يحصل خليك معي هنا انترفيرنس. ثواني، خليني اشرح لك اياها عشان تكون واضحه. مهندس، هاي السل، تمام، هي مجازيا نحن نرسمها دائره، لكن السل هي عباره عن شكل السداسي اللي اخذناه كلياتنا بالجامعه. تمام. اوكي، هاي البرج هون بالنص فرضا. تمام. انا عندي انتنه هون وانتنه هون وانتنه هون، هاي 120 درجه، هاي 120 درجه. تمام. انا هون مستخدم 1900، عفوا، خلينا نقول من 950 لل 915، وهون من 950 لل 915، وهون من 950 لل 915. تمام مهندس. هاي هون 120، هون 120 درجة، وهون 120 درجة. أنا ما يحصل تداخل طالما بينهم؟ أنا هاي الإشارة بأسسها بس على هاي المنطقة، ماني عم بس لهون، أنا ما بيحصل انترفيرنس حلو. حتى لا بين. أنا قصدي في المنطقة، مكان الخط، شوف الخط الفاصل ما بين المنطقة هون الجغرافية والمنطقة الثانية. بيكون في فاصل بسيط جدا، فاصل صغير جدا مهندس. حلو، هذا تمام. الفاصل هل إنه ما فيش إشارة أو لا، في إنه ما إشارة، فيش تداخل؟ بيكون في إشارة مهندس، بس ما بيصير في تداخل، يعني بيكون في إشارة. وفي هذه المنطقة كيف بتكون أنت نسبة طالما التغطية؟ واقف ضمن هاي السل، أنت عندك إشارة. ها، لكن الشخص الواقف في هذه المنطقة اللي ما فيش فيها بيكون تداخل، تمام، بيكون عنده الإشارة والإشارة، شوي ضعيفة، يعني مو مثل إذا ها، واقف يعني في بتكون في مشكلة. اوكي، هذه النقطة اللي انا شاك، يعني انه يا اما انه يكون في انترفيرنس، يا اما يكون في جاب ما فيش فيه إشارة، لا، اللي بيكون هكذا في افتكرها. إشارة ضعيفة مهندس، بيكون في إشارة، ها، ما في شيء حلو اسمه ما حلو. في إشارة. تمام، بس هو بيخلوا الإشارة ضعيفة مشان ما يصير انترفيرنس. شكرا شكرا، هذه هي المعلومة، الله يا يحفظك. أهلا وسهلا. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.